بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. ونحن إذ نحتفي بتخرج الأخيار الأعزاء من الدورة التربوية القرآنية الأولى، نبارك لهم هذا التفوق وهذا المنجز الكبير، وحري بنا أن نذكر الغرض الأساسي من هذه الدورات التربوية العلمية والقرآنية التي تفتح الأذهان لتقبل معلومات وأفكار وحوارات لا يمكن أن نطرحها دون أن نجعل الحد الأدنى من الحصانة الفكرية عند الأخيار. فالثقافة العلمية بمجمل أمور منطقية وأصولية وقرآنية كاللحاظات المختلفة وفهم المعاني على أساسها، وكمعرفة التصورات والتصديقات والألفاظ والمعاني وتقسيماتها والمفاهيم الكلية والجزئية والنسب بينها والقضايا وأحكامها، ومعرفة القياسات والاستقراء والبراهين المنطقية واختلافها عن الخطابات الجدلية وغيرها من الخطابات والمقدمات الصحيحة وما ينتج عنها وغيرها. إضافة لمعرفة الحكم الشرعي وتقسيماته وأقسام الدليل الشرعي والأدلة المحرزة والأصول العملية والمعذرية والمنجزية وحجية الظهور العرفي وحجية خبر الواحد الثقة وأصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة الإصحاب وغيرها، فضلاً عن البحوث الفقهية كشروط مرجع التقليد وطرق معرفة الفقيه الجامع للشرائط والاحتياط والمجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ وولاية القضاء وولاية رعاية شؤون القاصرين وغيرها، وكذلك البحوث العقائدية كأخيار العراق ورايات المشرق وبحوث الدجال وبحث الدجال وبحث السفياني وبحث المهدي في الإنجيل وعقائد أخرى وبحث الدفاع عن المعصوم وغيرها. أيضا البحوث الأخلاقية المختلفة ومنها العبادة وتكامل الفرد والمجتمع وتربية النفس والمسير في طريق التكامل والارتقاء والمثل الأعلى والآيات والروايات الدالة على تنصيب العالم الفقيه وإرجاع الناس إليه والآيات والروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. ومن هنا نجد أن المقام الآن مناسب وبدون أن نحذر من شطحات فكرية وسلوكية بسبب سوء الفهم، فالسيد الأستاذ يريد أن يحصن الأفكار والنفوس والقلوب ويجعلها عصية وممتنعة عن أي تأثير خارجي سلبي يخالف الأخلاق والدين والمعتقد السليم. نعم، السيد الأستاذ يريد الحصانة للجميع من تأثيرات الإلحاد والميوعة والتخنث والانحلال والحشيش والمخدرات والخمور والإجرام وانحطاط الأخلاق وغيرها وغيرها من الموبقات، وعليه سنذكر لكم عناوين من بعض بحوث السيد الأستاذ ومقتبسات من هذه البحوث التي تقع ضمن مجموعة سلسلة بحوث مقارنة الأديان وسلسلة البحوث الفلسفية وسلسلة بحوث تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي. وسيذكر لنا الأستاذ حسين عناوين من بحث مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد مع مقتبس واحد منها. بحث مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد، أهم عناوين البحث:
قانون التحدي والمنهج الوسطي في تقارب الأديان، حاجة الرب لكرسي داود وعدم تحقق النبوءة، أعدوا طريق الرب قد اقترب ملكوت السماوات، صوت صارخ في البرية توبوا قد اقترب ملكوت السماوات، العهد القديم يدعو للتوحيد، البشارة والنداء بين إشعياء والإنجيل والتلمود وغيرها، مقتبس تحت عنوان لا أزلية ولا لاهوت في اتحاد اللاهوت والناسوت. هنا عدة أمور. الأول، في موقع الأنبا تكلا تحت عنوان كتاب حتمية التجسد الإلهي قال في سؤال 35: متى تم الاتحاد بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية؟ متى تم الاتحاد بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية؟ الجواب إلى أن يقول: ولأن السيدة العذراء ولدت الله الكلمة المتأنس، لذلك فإنها ولدت بدون زرع بشر وبدون ألم، قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. وبسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت، الآن تكملت الجواب، وبسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت ولدت العذراء ابنها وبكوريتها مختومة، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل قد دخل فيه فيكون مغلقا. وفي التسبحة نقول: وبعدما ولدت بقيت عذراء بتسابيح وبركات نعظمك. وفي قسمة عيد الميلاد يصلي الآب الكاهن قائلا: الكائن في حضنه الأبوي كل حين أتى وحل في الحشا البتولي، وحل في الحشا البتولي غير الدنس ولدته وهي عذراء وبكارتها مختومة. وبسبب الاتحاد دعيت العذراء مريم والدة الإله، وبسبب الاتحاد دعيت العذراء مريم والدة الإله. هذا المصدر الكلام هذا في موقع الأنبا تكلا، مكتبة الكتب المسيحية، كتب قبطية، المكتبة القبطية الأرثوذكسية، كتاب حتمية التجسد الإلهي، كنيسة القديسين مرقس والبابا بطرس. السؤال 35: متى تم الاتحاد بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية؟ هذا مصدر الكلام. التعليق للسيد الأستاذ: أقول أليف، لو كان التجسد الإلهي ضروريا وحتميا فلماذا تأخر تحققه ملايين أو ما لا يحصى من السنين إلى أن جاء وقت الحمل بعيسى في بطن مريم عليه السلام؟ باء: ولما كان عيسى متكونا من طبيعتين اللاهوت والناسوت، وأن وجود عيسى خارجا قد تحقق بعد الاتحاد بين الناسوت واللاهوت، وأن هذا الاتحاد قد تحقق متأخرا أي في وقت حمل مريم بعيسى، فإنه يثبت أن عيسى محدث وليس بقديم، فإنه يثبت أن عيسى محدث وليس بقديم. تاء: وما دام العالم بل العوالم كانت قائمة قبل حدوث الاتحاد بين اللاهوت والناسوت وقبل وجود عيسى، فيثبت أن وجود عيسى ليس ضروريا للعوالم، بل لا حاجة للعوالم بعيسى أصلا، لأنها كانت موجودة وقائمة ومنتظمة قبل أن يوجد عيسى عليه السلام. ثاء: لما اتحد اللاهوت بالناسوت وتكونت الطبيعة الجديدة، فهل هذه الطبيعة طبيعة لاهوتية أو طبيعة ناسوتية، باعتبار أن النتيجة تتبع أضعف وأخس المقدمتين، وأن الناسوت أضعف وأخس من اللاهوت، أو أنها طبيعة جديدة لا لاهوتية ولا ناسوتية، أو أنها طبيعة لاهوتية ناسوتية معا؟ وعلى جميع الفروض فإنها طبيعة جديدة تحققت ووجدت بعد الاتحاد، فهي طبيعة محدثة ليست أزلية وليست قديمة. جيم: بعد أن ثبت أن اتحاد اللاهوت بالناسوت أنتج طبيعة محدثة
فإنه يثبت أن عبادة هذه الطبيعة هي عبادة محدثة وليست أزلية، وهذا يعني أنها عبادة ليست ضرورية وليست حتمية، بدليل أن كل الشعوب التي سبقت وجود هذه الطبيعة وهذه العبادة كانت تعبد الله وفق التعاليم السماوية التي ترشد الناس لعبادة الله وتوجههم إلى أنواع الصلوات والأعمال العبادية والسبل والوسائل العبادية التي تصح وتتم فيها العبادة لله الواحد. وليس من بينها العبادة المحدثة التي ارتبطت بالطبيعة المحدثة. ح لو كانت هذه العبادة المحدثة عبادة أصيلة وأزلية وضرورية وحتمية لما تركها الأنبياء والرسل والكتب السماوية، حيث إنهم لم ولن يتعبدوا بها ولم ولن يذكروها أو يشيروا إليها لا في كتبهم السماوية ولا فيما صدر عنهم من كلام أو فعل. ولو كانت هذه العبادة عبادة أصيلة وأزلية وضرورية وحتمية لما استغنت عنها البشرية على طول التاريخ إلى يوم حمل مريم بعيسى وحصول الاتحاد المزعوم بين اللاهوت والناسوت. خاء لا فرق فيما ذكرناه سواء كان وجود الناسوت سابقا أو لاحقا أو مقارنا لوجود اللاهوت الذي اتحد معه، فالعبادة للناسوت متحققة على كل حال. وعليه لا يجدي الكلام عن أن الناسوت وجد مقارنا لوجود اللاهوت، فعلى كل التقديرات تكون العبادة عبادة للناسوت بالأصالة أو التضمن أو التبعية، فالنتيجة اليقينية هي تحقق تأليه وعبادة للإنسان والناسوت. نعم إنها عبادة للناسوت المحض أو للناسوت المخلوط باللاهوت أو للاهوت المخلوط بالناسوت، فالعبادة للناسوت واقعة على كل حال، لأن الناسوت باقي على كل حال ضمن الطبيعة الجديدة المحدثة. دال إذن فالتلاعب بالكلمات لا يغير من المعنى والحقيقة شيئا، فالتأليه والعبادة للناسوت متحققة سواء قيل إنه إله تجسد وتأنس أو إنسان تأله أو طبيعة ناسوتية لاهوتية مركبة من إنسان وإله أو إله وإنسان، لأنهم يقولون إن الجسد الإنسان الناسوت يبقى كما هو لا ينقلب ولا يتحول ولا يستحيل إلى طبيعة ثانية ولا يختلط ولا يمتزج باللاهوت، فيبقى الجسد الإنسان الناسوت كما هو دون أي تغيير، فالعبادة تكون للناسوت على كل حال سواء بالاستقلال أو التضمن أو التبع. قال مقتبس قال كلاهما وجدا معا في لحظة واحدة فاتحدا اتحادا ذاتيا طبيعيا جوهريا أقنوميا بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة. ذال يتضح مما سبق أنه لا يتم ما جاء في نفس المصدر، حيث قال في إغناطيوس زكى الأول في مؤتمر القدس سنة 1959 والذي عقد من أجل وحدة الكنائس، قال غير أنه لا اللاهوت وجد في أحشاء العذراء قبل وجود الناسوت فيها ولا الناسوت وجد قبل اللاهوت، بل كلاهما وجدا معا في لحظة واحدة فاتحدا اتحادا ذاتيا طبيعيا جوهريا أقنوميا بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة بسر لا يدرك، وولدته العذراء بعد 9 أشهر وهي بتول فصار الكلمة جسدا. ويقول نيافة الأنبا بشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس مقتبس كلمة الله اتحد بالناسوت في لحظة تكون الجنين كمثل حد السيف، أي في زمن قيمته صفر تم التجسد الإلهي، تكون الجنين واتحد اللاهوت بالناسوت، وهذا يحل والكلام له ما زال، وهذا يحل مشكلة كبيرة لمن يقولون إننا نؤله الإنسان
نحن نؤمن، الكلام لصاحب المجمع، نحن نؤمن بإله تجسد وليس بإنسان تأله، فيسوع ليس إنسانا صار إلها، لكننا نقول إن كلمة الله الذي ظهر في الجسد إلى أن يقول إذن فقد تم اتحاد اللاهوت بالناسوت منذ اللحظة الأولى للتجسد، لكنني أفضل أن أقول اتحد اللاهوت بالناسوت في التجسد، وأفضل تعبير وأفضل تعبير هو أن نقول لقد وجد الناسوت في الاتحاد، أي أن الناسوت وجد داخل عملية الاتحاد، أو أن حدوث الاتحاد كان في أثناء تكون الناسوت من العذراء بدون وجود فاصل زمني بينهما، بمعنى أنه حدث في لحظة الاتحاد نفسها. موقع الأنباء، المصدر هذا الكلام موقع الأنباء تكلا، مكتبة الكتب المسيحية، كتب قبطية، المكتبة القبطية الأرثوذكسية، كتاب حتمية التجسد الإلهي، كنيسة القديسين مرقس والبابا بطرس، تحت عنوان سؤال 35 متى تم الاتحاد بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية. راء الكلام السيد الأستاذ، راء الكلام طويل ومتفرع جدا، ونكتفي بالتنبيه والتذكير بأنه تأتي استفهامات ونقاشات بناء على ما يعتقدونه ويصرحون به من أن الأقانيم الثلاثة عبارة عن جوهر واحد وطبيعة واحدة لا انفصال بينهما. قال في تعريف الأقنوم، قال الأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين الآخرين بغير انفصال. انتهى المقتبس. أيضا مصدر هذا الكلام موقع الأنباء تكلا، سنوات مع إيميلات الناس، أسئلة اللاهوت والإيمان والعقيدة، معنى كلمة أقنوم الأقانيم الثلاثة الوحدانية، تحت عنوان سؤال ما معنى كلمة أقنوم. ومن هنا يأتي الاعتراض، الكلام السيد الأستاذ، ومن هنا يأتي الاعتراض والإشكال عن إدارة شؤون العوالم وتنظيمها في فترة وجود اللاهوت الجوهر. ومن هنا يأتي الاعتراض والإشكال عن إدارة شؤون العوالم وتنظيمها في فترة وجود اللاهوت الجوهر الواحد الطبيعة، الجوهر الواحد الطبيعة الواحدة في بطن مريم واتحاده بالناسوت. ولكن لا يتوقف النزاع والإشكال والحوار إلى هذا الحد، بل هناك فروض وتفريعات كثيرة لا تحصى تزيد على عدد الآراء والمزاعم والادعاءات والاستحسانات المطروحة على طول التاريخ منذ عصر السيد المسيح إلى يومنا هذا. ونكتفي هنا بالاستفهام عن زاي، هل اللاهوت نفسه الذي اتحد بالناسوت، هل هو لاهوت الابن فقط، أو لاهوت الروح القدس، أو لاهوت الآب، أو هو لاهوت اثنين منهم دون الثالث، أو هو لاهوت الثلاثة معا؟ سين، وهل الأقانيم الثلاثة يفتقر بعضها إلى البعض الآخر؟ فهل الابن والروح القدس يفتقران للجوهرية ويحتاجان للآب من أجل الجوهرية؟ استفهام وتعجب. وهل الآب والروح القدس يفتقران للعقل فيحتاجان للابن من أجل العقل؟ وهل الآب والابن يفتقران للحياة ويحتاجان للروح القدس من أجل الحياة؟ شين، الآراء والمزاعم كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها، من حيث إنه لا يوجد ضابطة ولا مرجعية لغوية أو عرفية يمكن الرجوع إليها، بل لا يوجد حتى مرجعية إشارتية رمزية نرجع إليها، فكل قول ورأي يصدر من قس ورجل دين أو مفسر بل حتى غيرهم فهو رأي مسموح ومقبول بل مشرعا ومقدس وصادر أو مؤيد وممضى من الروح القدس المعزي والابن يسوع المسيح والآب ومن الله الآب الابن الروح القدس. ولا غرب في ذلك عندما نعلم أن يأتي شخص أو أكثر فيدعي أنه قد حصلت له كرامة بسبب شخص متوفي في رؤيا أو عند قبره أو بسبب بعض ممتلكاته
فيصير المتوفي ممجداً ومقدساً وثقةً جليلاً، وذا فم ذهبي وما صدر عنه من كلام فهو كلام نوراني رباني قد صدر بوحي وإمضاء الروح القدس. وكما يحصل في أيامنا هذه من تقديس مفاجئ مزعوم لأموات بل لقبور مجهولة لا يعلم أحد أنها قبور أصلا، فضلا عن أن يعلموا حقيقة من مدفون فيها، وتقديس المركبات وأعمدة الكهرباء والحيوانات والأشجار وغيرها من أمور وسط الجهل والتجهيل المقصود من أجل السيطرة على البسطاء وإسكاتهم عن كل ما يحصل من فساد وإفساد، بل لجعلهم يقدسون الفساد والمفسدين والإفساد. نعم، يوجد فرق بين التجهيل وتجهيل، وبين تقديس وتقديس. فالتقديس الباطل عندنا تقديس جهلاء العالم الثالث والمجتمعات الشرقية والشعوب الفقيرة والناس المتخلفة غير المتطورة والمجتمعات المقهورة المستعمرة، وراء كل ذلك إنه تقديس منسوب للإسلام. علامتين تعجب. بينما التقديس عندهم تقديس عالم الغرب والعلمانية والتكنولوجيا ومجتمع الانفتاح والتعري والتحلل والتميع والإلحاد المقرون والمنسوب زيفا بالكنيسة ودين المسيح، والمسيح منهم براء والكنيسة منهم والكنيسة المقدسة على منهج عيسى وأمه العذراء بريئة من ذلك كله، كما أن الإسلام ونبي الإسلام وآل بيته وأصحابه الأخيار بريئون من ذلك الجهل والتجهيل والانحراف في الفكر والعقيدة والسلوك. أيضا سيذكر لنا الأستاذ سليم عناوين من بحث فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح مع مقتبس واحد منه. بحث فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح. أهم عناوين البحث: الإسلام ما بين الديمقراطية الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية، والديمقراطية الرأسمالية وطبيعتها المادية، وإفناء الشيوعية للفرد ومضاعفات نظامها الخطيرة، والمصدر الأساسي للتصور ونظرية المعرفة، وتساؤلات حول الإدراك وأنواع الإدراك، نقد نظرية الاستذكار الإفلاطونية وغيرها. مقتبس تحت عنوان نقد النظرية الحسية في تفسير التصور. النظرية الحسية هي النظرية القائلة إن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن البشري بالتصورات والمعاني، والقوة الذهنية هي القوة العاكسة للإحساسات المختلفة في الذهن، فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن نتصوره، أي نستطيع أن نأخذ صورة عنه في ذهننا. فالمعاني التي يمتد إليها الحس لا يمكن للنفس ابتداعها وابتكارها ذاتيا وبصورة مستقلة، وبناء على هذه النظرية فإنه ليس للذهن إلا التصور إلا التصرف في صور المعاني المحسوسة، فيتصرف فيها إما بالتركيب والتجزئة وإما بالتجريد والتعميم. والماركسية تبنت هذه النظرية في تعليل الإدراك البشري تمشياً مع رأيها في الشعور البشري وأنه انعكاس للواقع الموضوعي، فكل إدراك يرجع إلى انعكاس لواقع معين، ويحصل هذا الانعكاس عن طريق الإحساس، وما يخرج عن حدود الانعكاسات الحسية لا يمكن أن يتعلق به الإدراك أو الفكر. فنحن لا نتصور إلا إحساساتنا التي تشير إلى الحقائق الموضوعية القائمة في العالم الخارجي، قال جورج بوليتزير. ولكن ما هي نقطة البدء في الشعور أو الفكر؟ إنها الإحساس، ثم إن مصدر الإحساسات التي يعالجها الإنسان يكون بدافع من احتياجاته الطبيعية. قال السيد الأستاذ: يمكننا أن نوضح فشل النظرية الحسية في خطوات، منها ألف
الحسيون عندهم محاولات لإرجاع جميع مفاهيم التصور البشري إلى الحس على ضوء دراسة عدة من مفاهيم الذهن البشري كالمفاهيم التالية: العلة والمعلول، الجوهر والعرض، الإمكان والوجوب، الوحدة والكثرة، الوجود والعدم، وما إلى ذلك من مفاهيم وتصورات. باء: نحن جميعا نعلم أن الحس إنما يقع على ذات العلة وذات المعلول، فندرك ببصرنا سقوط القلم على الأرض إذا سحبت من تحته المنضدة التي وضع عليها، وندرك باللمس حرارة الماء حين يوضع على النار، وكذلك ندرك تمدد الفلزات في جو حار. جيم: في هذه الأمثلة نحس بظاهرتين متعاقبتين ولا نحس بصلة خاصة بينهما. هذه الصلة التي نسميها بالعلية ونعني بها تأثير إحدى الظاهرتين في الأخرى وحاجة الظاهرة الأخرى إليها لأجل أن توجد. دال: والمحاولات التي ترمي إلى تعميم الحس لنفس العلية واعتبارها مبدأً حسياً هي محاولات تقوم على تجنب العمق والدقة في معرفة ميدان الحس وما يتسع له من معان وحدود. ها: فمهما نادى الحسيون بأن التجارب البشرية والعلوم التجريبية القائمة على الحس هي التي توضح مبدأ العلية وهي التي تجعلنا نحس بصدور ظواهر مادية معينة من ظواهر أخرى مماثلة، أقول مهما نادوا بذلك فلن يحالفهم التوفيق ما دمنا نعلم أن التجربة العلمية لا يمكن أن تكشف بالحس إلا الظواهر المتعاقبة، فنستطيع بوضع الماء على النار أن ندرك حرارة الماء وتضاعف هذه الحرارة، وأخيرا نحس بغليان الماء. وأما أن هذا الغليان المنبثق عن بلوغ الحرارة درجة معينة فهذا ما لا يوضحه الجانب الحسي من التجربة. وسأذكر لكم عناوين من بحث السيد الأستاذ الموسوم وقفات مع توحيد ابن تيمية الجسم الأسطوري. أهم عناوين البحث: الأسطورة الأولى هي الله شاب أمرد جعد قطط، صححه تيمية. والأسطورة الأخرى هي التوحيد التيمي أتاكم بالذبح. والتاسعة هي دعوة للوثنية والشاب الأمرد. والحادية والعشرون هي الأمرد يمهد للدجال وعلاج العين العوراء. والأسطورة الخامسة والثلاثون هي الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، مقتبس تحت عنوان أئمة التكفير الداعشة تسببوا بغزو كل بلاد الإسلام. ذكر السيد الأستاذ ثامنا: ثم قال ابن الأثير، الجزء العاشر الصفحة 333، ثم دخلت سنة 1700 ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام. تاسعا: وأكمل ابن الأثير كلامه فقال: لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الصين أليف فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما، فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرعون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق. ثم يقصدون بلاد
أذربيجان وأرانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ولم ينجو إلا الشريد النادر. جيم، في أقل من سنة، ثم ما لم يسمع هذا ما لم يسمع بمثله. ها، ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه، ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلد اللان والليجز، ومن ثم ومن في ذلك السقع من الأمم المختلفة، فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخريبا. واو، ثم قصدوا بلاد قفجاق، ومن ثم أكثر التركي، وهم من أكثر التركي عددا، فقتلوا كل من وقف لهم، فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال، وفارقوا بلادهم، واستولى هؤلاء التتر عليها. زاي، فعلوا هذا في أسرع زمان، والكلام لا زال لابن الأثير، فعلوا هذا في أسرع زمان، لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير. هنا تعليق للسيد الأستاذ يقول: التفت جيدا، فعلوا كل ذلك في أسرع زمان، ولم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير، وفعلوا كل ذلك في أقل من سنة من الزمان، وكانوا قد خرجوا من أطراف الصين، فبدأت حملتهم من هناك، وكل ذلك كان تحت شعار الأخذ بالثأر من خوارزم الذي غدر بهم وقتل تجارهم، ثم أباد مدنهم وسكانهم المدنيين حتى النساء والأطفال والشيوخ، وبقي على هذا الحال لسنين طوال، مستغلاً الصراعات التترية الداخلية وصراعات أخرى على باقي حدود دولة التتار، إلى أن تفرغ له جنكيز خان بعد أن تمكن من إخماد الصراعات والحروب التترية الداخلية. جهز جنكيز خان جيشه وجهز حملة عسكرية خاصة ضاربة مهمتها مطاردة خوارزم والقبض عليه حتى لو كان في السماء. وقد انضم لجيوش هولاك الكثير من المسلمين والكثير من عساكر البلدان الإسلامية، لأنهم كانوا يرون أن خوارزم وسلطته أظلموا وأقبحوا وأفسدوا من جنكيز خان والتتار، كما أن المغول التتار لم يكتفوا بمطاردة خوارزم والقبض عليه، بل جهزوا حملة عسكرية أخرى لإخضاع البلدان الإسلامية لسلطتهم بعد أن بان وهن وضعف بلدان المسلمين وصراعات سلاطينهم وتقاتلهم على المال والسلطة، واستعانة بعضهم على بعض بدول الكفر والإلحاد، مما أدى إلى ضعف وهتك البلاد والعباد. وسيذكر لنا الأستاذ حسين عناوين من بحث السيد الأستاذ، البحث الموسوم: الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع مقتبس منه. أهم عناوين البحث: بحث الدولة المارقة، العنوان الأول: ميز الفتنة، إياكم والفتنة. العنوان الثالث: الدولة المارقة وبغض المهدي. العنوان السادس: اليوم الموعود في القرآن، مقتبس من بحث الدولة المارقة تحت عنوان: ميز الفتنة، إياكم والفتنة. أولاً، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الثاني، قال سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال العلي القدير: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الرابع، قال القوي العزيز: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلمة ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. خامس، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الأحلاس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هي حرب، هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظر الدجال من يومه أو من غده. السادس، عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يرى حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يرى حلالا فقد أصابته الفتنة. إذن المائز أن ينظر الرجل، فإذا رأى حلالا كان يرى حراما فقد أصابته الفتنة، وعندئذ فليراجع نفسه، وإذا كان يرى الحرام حلالا ويقول بحليته ويعمل على أنه حلال فقد أصابته الفتنة. والآن كل إنسان يسأل نفسه: هل قتل الأخ من أبناء الوطن والدين والإنسانية هل كان حلالا وصرت تراه حراما، أو كان حراما وصرت تراه حلالا؟ هل تهجير الناس، هل فرح بما يصيب الناس الأبرياء، هل قتل الأبرياء، هل تهجير الأبرياء، هل إثارة الطائفية، هل الفساد والإفساد والسكوت عليهما، هل كنت تراه حراما فصرت تراه حلالا، أو أنك فقدت الاتزان والميزان والتمييز منذ البداية ومن الأصل؟ وهل الإمام الحسين عليه السلام خرج لطلب الإصلاح؟ هل الإمام الحسين خرج ضد الفساد أو خرج ضد الإصلاح؟ هل الإمام الحسين خرج أو بقي، سكت أو تكلم؟ وهل طالب بحق أو إصلاح، بحق وإصلاح ومعروف ونهى عن منكر؟ وسيذكر لنا الأستاذ سليم مقتبسا من بحث السيد الأستاذ، البحث الموسوم: الشباب بين إقصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد. ذكر السيد الأستاذ في بحثه الموسوم: الشباب بين إقصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد، تحت عنوان مشكلة توصيف الإرهاب. إن مكافحة الإرهاب لا تتحقق بمجرد اتخاذ إجراءات عسكرية، بل ربما يفاقم الإرهاب ويوسعه، فلا بد إذن من أن يقترن ذلك بالعلاج الفكري. ومن الواضح أنه لا يمكن الاتفاق الدولي على الحل العسكري والفكري ما لم يحصل الاتفاق مسبقاً على تعريف وتشخيص الإرهاب، ومع اختلاف التعريف ستختلف وتتعارض الإجراءات العسكرية وكذلك العلاجات الفكرية، وهذا حاصل فعلاً، حيث أن دولاً معينة وحسب مصالحها قد خلطت عن قصد بين الإرهاب وكفاح الشعوب من أجل تحررها واستقلالها. ومن هذا المقام، مقام العلم، مقام التقوى، مقام الوسطية، مقام الأخلاق، يوجه السيد الأستاذ رسالته للجميع: إن الكراهية والعنف والإرهاب يضرب في كل مكان ويقع على جميع الأجناس والأعراق البشرية، فالأمر خطير والمسؤولية عظيمة يتحملها علماء الأديان السماوية وأهل الاختصاص، فعليهم أن يدفعوا الاختلاف، وعليهم التوفيق بين معاني الكتب السماوية التي ظاهرها الاختلاف، فعليهم العمل بإخلاص ومصداقية
واعتماد وعقلانية للتقريب بين المعاني والأديان واعتماد المشتركات والتمكن من تأسيس قواعد ومسائل كلية متقاربة ومشتركة في العقيدة وأصول الدين، بحيث يقبلها عموم البشرية من النفوس العاقلة المتزنة، وأن يكون ذلك وفق شروط وضوابط وقوانين لغوية وعرفية بمنهج علمي موضوعي ناضج. ولا بد أن تبذل كل الجهود والمعارف والأفكار من أجل تأسيس منهج وسطي معتدل للحوار والتخاطب والفهم والتفهيم واحترام الناس وأفكارهم واختياراتهم، وكل منهم بحسب الأدلة والحجج التي تصل إليه والتي يطلع عليها، وكل منهم بحسب مستويات عقولهم وأذهانهم وبحسب الظروف والعوامل النفسية والحالة الاجتماعية التي يعيشونها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.